بالنسبة لما يخص إخوتي المسيحيين ويخصنا نحن المسلمين، بالنسبة للمسيحيين فغير خاف عليكم جميعا أن نبي الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يخص شعبا بوصية حسن المعاملة إلا مسيحي مصر، فقال فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: ستفتح لكم مصر من بعدي، فالله الله في قبة مصر، فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وبلاغ إلى عدوكم. ثم قال: من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته فأنا خصيمه يوم القيامة. والإسلام الصحيح، وإن كنت أقر أن تجريفا من 50 عام لصحيح الإسلام لفعل سياسات خاطئة وحسابات أمنية لا تدري العواقب آنذاك، جرف الصحيح الفكر الإسلامي. لماذا يضيق على المسيحيين في بناء دور عبادتهم؟ المسلم ممكن يبني في وسط شارع رمسيس مسجد، والمسيحي إذا أراد أن يرمم دورة مية أو حمام في كنيسة لابد أن يذهب إلى المحافظ وإلى الأمن الوطني. هذا ضد العدل الإسلامي، هذا ضد العدل، إن أساس كل دين العدل. ثم إنني يعتصمني الألم حينما تطلع فتاوى السلفية ولهم حزب سياسي برعاية الدولة يصدرون الفتاوى بتحريم التهاني والتعازي للمسيحيين، ويذهب متنطع دخيل لا حظ له من الدراسة الشرعية ليحرق الكتاب الإنجيل الذي قال الله عنه في سورة المائدة: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. الآن 84، وأنا أعرض حلولا في عجالة. أولا أدعو إلى إلغاء وزارة الأوقاف واستبدالها بوزارة الشؤون الدينية، وزيرها لا يعنيني ديانته، الوكيل الأول مسلم والوكيل الثاني مسيحي والوكيل الثالث يهودي. إذا حصلت أي مشكلة لأي مواطن لا يذهب إلى شيخ الأزهر كما كان في عهد المماليك، ولا يذهب إلى البابا في الكنيسة، ولكن يذهب إلى الدولة، يذهب إلى الدولة، إلى دولة مدنية، إلى دولة مدنية. الأمر الآخر، شؤون المسيحيين لابد أن ترعى كجهاز تنفيذي أمام الدولة كما ترعى المساجد. وأقول شيئا يبدو غريبا وعجيبا، إذا كان إمام المسجد والواعظ يأخذ راتبا من خزانة حكومة مصر، فلماذا تهمل الرتب الكنسية والذين يدفعون الضرائب للخزانة مسيحيين ومسلمين؟ فأنا أطالب إذا فعلت وزارة الشؤون الدينية تتولى شؤون المسيحيين مع إخوتهم المسلمين، ولا أهمل اليهودية كشريعة ولا شأن لنا بالعصابة الصهيونية في فلسطين المحتلة. 53 يهودي مصري لابد أن يحافظ عليهم وعلى معابدهم وعلى مقابرهم وعلى أملاكهم وعلى وطنيتهم في مصر. ثم أريد حظر إنشاء أحزاب على خلفية دينية للمسلمين أو للمسيحيين أو لليهود، لكن الآن أحزاب موجودة تكرس الطائفية، صدرت منها ومن أشياخهم في قنواتهم على مدار 40 سنة تحريم التهاني والتعازي واحتقار المسيحيين. وأنا أقول ما زالت الدولة في غيبوبة. الأسبوع الماضي يوم 4/3، يعني 4 مارس 2014، جريدة من إصدارات هيئة التحرير القومية، جريدة عقيدتي،
جهيدة عقيدتي تحاول تخطئتي لما قلت أن المسيحيين ليسوا بكفار ولكن أهل كتاب. حاولوا تخطئتي وقالوا جاءوا للأسف بواحد عضو هيئة التدريس في جامعة الأزهر من الله أعلم من توجهاته وقال إن الدكتور أحمد أقواله تخالف الشريعة ويقول أن المسيحيين كفار. أين نقيب الصحفيين؟ أين حقوق الإنسان؟ يجب المحاسبة الفورية لأن جريدة قومية من أموال دافعي الضرائب تخطئ عالما يدعو إلى علاج الاحتقان الطائفي وينشرون عني كلاما خاطئا للشعب.